من القاهرة انضم إلينا عداد أبو حسن المستشار العالمي لوكالة الأونروا في غزة والمتحدث باسمها. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. بداية تعليقكم على هذه الاتهامات الموجهة لكم. يعني طبعا هذا الموقف الإسرائيلي يعني دائما يردد بصورة مستمرة. نحن بالأمس حتى بالأمس قدمنا بطلب آخر للدخول إلى شمال قطاع غزة ورفض هذا الطلب. في أيضا 21 من هذا الشهر و 22-23 أيضا تقدمنا بطلبات ورفض هذا الموضوع. والأوراق أمامي، يعني الرفض الإسرائيلي بالإيميلات موجود أمامي يعني الآن، ممكن مشاركته مع من يريد. لكن هذا هذه الطلبات كانت قبل التحقيقات التي تجرى الآن في الأونروا. ده يعني نحن من الأول من يناير حتى الخامس من فبراير تقدمنا ب 35 طلب من أجل إدخال مساعدات إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة. تمت الموافقة على 10 قوافل فقط والباقي رفض. وكانت آخر قافلة تدخل هي في 23 من يناير، ودائما كنا نحاول الدخول إلى تلك المنطقة. حاولنا مرة الدخول كان في 10 من فبراير وتم إطلاق النار على قوافل الأونروا وتعطيل الحافلات أو الشاحنات التي كانت تنقل المساعدات. عدنا مرة أخرى، لسنا نحن ولكن أيضا منظمات أخرى، ولكن بسبب أنه نحن المنظمة الرئيسية ونحن نشكل عمود الفقر، يعني نحن من يعمل لوحدنا في غزة يعني في النهاية. نعم. إذا لم نقدم نحن المساعدة، من سيقدم هذه المساعدة؟ أنتم منظمة تابعة للأمم المتحدة، والأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الآن تحدث عن أهمية دوركم في قطاع غزة. هل تدعمكم الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال؟ نعم بالتأكيد. يعني موقف السيد كوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة قبل لحظات يعني يتحدث عن أهمية الأونروا وضرورة أن تستمر، وقال سندعم الأونروا وستقوى الأونروا رغم كل التحديات. ورأينا أيضا حتى بعض الدول التي علقت مساهماتها المالية للأونروا وأعادت هذا التمويل، ونأمل أنه في الأسابيع القادمة أنه أن يكون هناك إعادة أكثر للتمويل للأونروا من الدول التي علقت أو أوقفت مساهماتها المالية. ولكن رأينا كرة الثلج تتدحرج، رأينا مثلا أستراليا، كندا، فنلندا، السويد، هناك دول أيضا زادت من تمويلها للأونروا مثل أسبانيا، البرتغال، أيرلندا. نعم. ولكن هناك دول لا زالت تعلق طبعا. نعم. هذا التمويل على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ عدنان، الآن وبعد الصعوبات التي تواجهونها كيف تعملون في قطاع غزة؟ يعني ما يصل إلى قطاع غزة عبر المعابر نقوم بتوزيعه بصورة مباشرة، لأن يعني إسرائيل لا تمنعنا من العمل في جنوب قطاع غزة. يعني حتى الآن مخازننا الرئيسية موجودة في رفح وفي المنطقة الوسطى، نقوم بتوزيع المواد الغذائية على النازحين في مراكز الإيواء ومن هم خارج مراكز الإيواء. بالنسبة لمادة الدقيق استطعنا الوصول إلى 80% من سكان قطاع غزة، وبدأنا دورة ثانية في توزيع الدقيق. ولكن هناك نقص هائل في كل شيء، يغيب الخط التجاري، الأسواق فارغة في بعض المناطق، يعني الأسعار الموجودة تضاعفت 25 مرة في قطاع غزة، بالذات في شمال قطاع غزة. هناك تسارع كبير. شكرا. نحو موضوع الجوع للأسف الشديد. شكرا جزيلا عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة والمتحدث باسمها.